أولاً أحب أشكركم على الدعوة والاستضافة ببرنامجكم، يسعدني أن أقدم نفسي. أني شهاب أحمد، أو مع اللقب شيهان شهاب أحمد، اللي هو خاص بالكاراتيه. شيهان هو لقب يطلق على الماستر أو الأستاذ في الكاراتيه. بداياتي في الكاراتيه تقريبا عام 1982. مختلف الفنون القتالية أو مختلف أنواع أساليب الكاراتيه، شوتوكان مثلا والكيوكوشين كاراتيه، وكذلك مختلف أنواع الفنون القتالية، البوكسين والجودو والمصارعة منذ البداية، وأيضا خلال ممارستي لعبتي أو اختصاصي الأساسي اللي هو الكيوكوشين كاراتيه. الكيوكوشين كاراتيه هي من ألعاب الفنون القتالية نقدر نسميها العنيفة، أو هي الالتحام الحقيقي أو الكاراتيه الحقيقية اللي يتم القضاء بها على الخصم بالضربة القاضية. الكيوكوشين كاراتيه أو الكيوكوشين كاي، ما تسمى بالكيوكوشين كاي أو الكيوكوشين كاراتيه، هي تأسست على يد الخبير أو المؤسس اللعبة الكوري الأصل، الياباني الكوري الأصل، ماتسو تاتسو أوياما. اللعبة طورها في اليابان واشتقت من مجموعة فنون قتالية منها الشوتوكان والجوجوريو والملاكمة الصينية والتاي بوكسين، بحيث أخذ منها الحركات أو الأساليب القوية، أخذ منها الحركات القوية وطورها وطور لعبة قتالية قوية تسمى بالكيوكوشين كاي، أو فيما في السابق كان تسمى أوياما كاراتيه بالنسبة إلى مؤسسها ماسو تاتسو أوياما. واللعبة بداياتها تقريبا يعني بالخمسينات، ولحد الآن مستمرة وطورت باليابان واشتهرت باليابان، ثم في دول مختلف دول العالم إلى أن وصلت إلى الشرق الأوسط وآسيا وهذه المناطق، وكان لها شعبية كبيرة في الشرق الأوسط وشعبية واسعة، لأنها هي تمثل الكاراتيه الحقيقية والشباب يتوجهون إليها بكل رحابة صدر. بداياتها كانت في الشرق الأوسط مثلا في دول لبنان وإيران، ثم وصلت سوريا والعراق. اللعبة أو ما تسمى باللعبة أو الفن القتالي الكيوكوشين كاي، لأنه فن قتالي عنيف، فكان في البداية من الصعوبة أن يكون له بطولات أو يكون لها بطولات رسمية في العالم، ولذلك أخضع القوانين، أخضع ساساي أوياما أخضع لها القوانين بحيث يمكن أن يكون لها بطولات حتى يعرفها العالم، ولذلك أقيمت بطولات عالم وبطولات أوروبية وعالمية ودولية وتعرف عليها العالم وأحبها. بالنسبة بعد تطور الكيوكوشين كاي وصلت مرحلة يعني زاد عددها عن الملايين أو العشر ملايين ممارس لهذه اللعبة في العالم. وبعد وفاة المؤسس ماسو تاتسو أوياما أو ساساي أوياما، بعد وفاته أصبح هناك عدة انقسامات، حيث بعض تلاميذه اتجه أن يؤسس منظمة خاصة به، وأصبحت هناك أكثر من منظمة، منظمة اثنين أو ثلاثة، وحاليا يوجد أكثر من خمس منظمات يابانية تأسست في اليابان، وهناك أيضا منظمات أوروبية تأسست على أيادي أوروبية، وهناك أيضا منظمات شرق أوروبية وآسيوية، وكذلك منظمات شرق
تأسست على يد عرب. مثلا المنظمات اليابانية تأسست على أيادي تلاميذ أوياما المباشرين، أو ساساي أوياما المباشرين، وهم يابانيين أو كوريين الأصل أو يابانيين، وأصبحت لهم منظمات معترف بها في اليابان لأنهم تلاميذ ساساي المباشرين. وهناك من تلاميذه أوروبيين أسسوا منظمات أوروبية، على سبيل المثال اليابانيين مثل ماتسوي شوكي ماتسوي كانشو، أو كانشو ميدوري، أو كايشو تيزوكا، كانشو ماتسوشيما، وغيرهم. يعني من المنظمات اللي تأسست على يد يابانيين. هناك منظمات أسست على يد أوروبيين مثل منظمة سيفن أرنيل، هي اللي يسمونها IFK أو International Karate Federation. وهناك أيضا منظمات جديدة أخرى أوروبية مثل World Karate Federation اللي هي مؤسسة لوك هولندر، ومنظمات أخرى كيكوشين بودوكاي وغيرها على يد أوروبيين. المنظمة اللي تأسست على يد أحد تلاميذ أوياما المشهورين، والذي له باع وسيط وهو يعتبر شيخ المدربين بآسيا أو بشرق آسيا، فهو الهانشي حسين سليمان، اللي هو أخذ لقب هانشي من اليابانيين مباشرة. الهانشي حسين سليمان غني عن التعريف، ومن المدربين أو المؤسسين للكيوكوشين كاراته في الشرق الأوسط. يعتبر من أحد تلاميذ أوياما المباشرين، هو العربي الوحيد اللي يستحق لها لقب هانشي. وأيضا فتح منظمة اللي هي رئيسها ياباني، الكانجو كانامورا، اللي هو شخص مميز عند سوساي أوياما، واللي حاصل على 7 دان من سوساي أوياما مباشرة، والوحيد اللي حاصل على 7 دان. الدان هي درجات حزام أسود، درجات رفيعة لا يصلها أي شخص. وبالنسبة للهانشي وبالنسبة لكانامورا، سوشي كانامورا، هو 7 دان من أوياما، وبعدها 9 دان من المنظمة اللي هو رئيسها اللي يسموها الواكو، واللي مديرها الهانشي حسين سليمان اللي هو أيضا 9 دان. شهادات أو تقديرية بحياة أوياما وسوساي أوياما وبعد وفاته. فهاي المنظمة هي اللي رئيسها ياباني ومؤسسها لبناني الأصل، يعني فخر، يعني شيء فخر للعرب أن يكون عندهم تلميذ اللي هو واصل مرحلة يعني بحيث يعني الياباني يقاس مع اليابانيين، مع تلاميذ أوياما اليابانيين. وهذه المرتبة لم يحصل عليها حتى أوروبيين ولا حتى شرق آسيويين. اللعبة متطورة في الشرق الأوسط، واللعبة متطورة بصورة جدا قوية في إيران، العراق، لبنان، سوريا، لكن يرادلها اتحاد عربي قوي يضاهي الاتحادات الأوروبية وحتى العالمية، لأن موجودة عندنا خبرات قوية، طاقات شابة ويجب أن تستغل، ولكن يجب أن تتصافى القلوب، تتحد الأيادي لتحقيق كيوكوشين عربي أصلي، كيوكوشين شرق آسيوي أو شرق أوسطي، لأن الخبرات اللي عندنا ليست قليلة. هناك العديد من الشهانات، ممكن أذكرهم، ممكن أنسى بعضهم، يعني شهانات قديمين ومدربين قديمين ولهم باع ولهم صيت. ولكن هناك مثل يقول لك مثل بالعربي أو بالعراقي، الإيد الوحدة ما صفق. بالنسبة للكاراتيه هي تدريب يومي، تدريب عسكري
ما يسمى بالبودو هي تدريب عسكري وليس دورة لمدة شهر أو شهرين، هي تدريب عسكري يومي، تمارين ذهنية، تمارين بدنية، تمارين جسدية، تمارين قوة، تمارين روحية، يعني علم كامل، يعني فلسفة. فهو ليس مجرد حركات أو ركلات أو قبضات. هناك تسلسل، بالنسبة لتسلسل الأحزمة أو ما يسمى بالدرجات، بالنسبة لوجود المنظمات ولأنه وجود النوادي والقاعات التدريب لكي يميز بين شخص وآخر أو ممارس وآخر أو مقاتل وآخر، كما يسميها سوساي أوياما، يسميه المقاتل ولا يسميه لاعب أو ممارس، يسموه مقاتل لأنه هي بالأساس لعبة قتالية. فوجود تدرج الأحزمة هو لغرض تمييز الشخص أو المتدرب عن المتدرب الآخر. فأول ما يأتي المدرب يكون له حزام أبيض، المتدرب يكون حاصل على الحزام الأبيض اللي هو له درجة 10 كيو، ويجتاز مدة تدريب إذا كان تدريبه يعني فعال يومي، يجتاز مدة لا تقل عن 3 أشهر لكي يحصل على الحزام الدرجة العاشرة، عفوا الحزام الأبيض يكون هو 0 كيو اللي هو يعني لا بدون أي درجة الحزام الأبيض، وبعدها ب3 أشهر ممكن أن يختبر على أول درجة اللي هي حزام أورنج أو برتقالي. الحزام البرتقالي يعني أول درجة يحصل عليها بعد الحزام الأبيض وهي الدرجة العاشرة. ثم يبدي للمتدرب له الحق إذا كان تدريبه مستمر وفعال بعد 3 أشهر أخرى، يعني بعد 6 أشهر أن يحصل على درجة الكيو التاسع بعد 6 أشهر، يعني من الصفر إلى يوصل إلى صفر، يوصل إلى مرحلة 9 كيو، 0 10 كيو 9 كيو. فالمتدرب إلى حق لغاية الحزام الأخضر، أو خلينا نسميه الحزام الأخضر اللي هو تسلسل يبدي أبيض أو برتقالي أزرق أصفر ثم أخضر لغاية الحزام الأخضر، هناك مدة لا تزيد أو لا تقل عن 3 أشهر لكل درجة، يعني من الأبيض إلى الأورنج أو إلى البرتقالي 3 أشهر تدريب متواصل يومي، ومن البرتقالي إلى البرتقالي خط أزرق يعني درجة أخرى اللي هي قبل الحزام الأزرق 3 أشهر، ومن البرتقالي أزرق إلى الأزرق 3 أشهر، ومن الأزرق إلى الأزرق الخط الأصفر 3 أشهر، ومن الخط الأصفر إلى الحزام الأصفر 3 أشهر إلى أن تصل مرحلة الحزام الأخضر. بعد الحزام الأصفر بعد الحزام الأخضر عفوا يعني من الحزام الأخضر إلى حزام أخضر بني، ومن الحزام الأخضر بني إلى الحزام البني، يحتاج الشخص مدة لا تقل عن 6 أشهر تفصل بين درجة أو إلى درجة أخرى أو حزام إلى درجة حزام أخرى إلى مرحلة وصول الحزام الأسود. مرحلة وصول الحزام الأسود يجب أن تكون من فترة الحزام الأبيض اللي هو درجة 0 ولغاية درجة الحزام الأسود اللي هو درجة 1 دان، يجب أن لا تقل المدة عن 3 إلى 4 سنوات تدريب متواصل وفعلي. ممكن هناك أشخاص يمارسون الكاراتيه مرتين بالأسبوع أو 3، مع ذلك معناه أنه يجب أن تزيد مدة التدريب لكي يصل المتدرب إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الحزام الأسود، لأن الكاراتيه تدريب يومي. فهناك من يستطيع اجتياز اختبار الحزام الأسود في 3 أو 4 سنوات، وهناك من يجتازها بعد 7 سنوات، وهناك من يجتازها بعد 10 سنوات. فليس هناك مدة محددة، وإنما المدة الأقل اللي هي من إلى. بالنسبة للكيو كانت 3 أشهر و6 أشهر متباينة من درجة إلى أخرى، أما بالنسبة لدرجة الدان
فهي مثلا بالنسبة للوصول إلى الواحد دان قلنا مدة لا تقل عن 3.5 أو 3 إلى 4 سنوات. بالنسبة للاثنين دان يعني من الواحد دان إلى الاثنين دان مدة لا تقل عن 2 سنين، يعني 2 سنين تدريب متواصل بدون توقف. وهذا ممكن يكون 3 سنوات، ممكن يكون أكثر، ممكن يعني لا تقل بس عن 2 سنين. فليس معناها مدة 2 سنين يعني عندما يكمل الشخص 2 سنين له الحق أن يحصل على 2 دان، ليست هذه هي، ليس هذا هو الهدف والمطلوب، وإنما أن يجتاز المدة من خلال التدريب. ثم درجة الحزام من 2 دان إلى 3 دان، يعني في حالة الاختبار اجتياز الاختبار 3 دان، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 3 سنوات، يعني من 2 دان إلى 3 دان يجب أن يكون المتدرب أو المقاتل قد اجتاز مدة 3 سنوات أخرى على الحزام من 2 دان، ووصل إلى مرحلة معلم بحيث تعلم كل ما يتطلبه التدريب، كل الأساسيات اللي تخص الكاراتيه، وممكن أن يوصلها للتلاميذ لتلاميذه اللي سابق لاحقا. ثم تجي ويسمى بالسنسي أو المعلم. بالنسبة لـ3 دان والـ4 دان يسمى سنسي، بالنسبة للـ1 دان والـ2 دان يسمى سينباي. بالنسبة السنسي كنا من 3 دان إلى 4 دان سنسي، وهناك طبعا 5 دان يسمى شيهان، أو 6 دان شيهان، وقلنا 7 دان، وهذه مرحلة تسمى شيهان، وهو عبارة عن المايستر أو الأستاذ اللي هو له خبرة ما لا تقل عن 30 إلى 40 سنة. وعدا ذلك المرحلة العمرية، يعني احنا ما نقدر ننطي طفل 14 أو 15 سنة ما ممكن أنه يكون هو 2 دان أو 3 دان، لها أيضا أعمار، يعني المسألة تحتاج أيضا عمر الشخص. فمثلا يعني يتبع حسب المنظمات اللي حسب المنظمات الموجودة، كل منظمة لها قوانين الخاصة بالنسبة للبطولات أو التدرج الأحزمة والاختبارات. فمثلا إذا شخص يكون سنسي أو يحصل على 3 دان، يجب أن يكون أن لا يقل عمره عن 29 سنة أو 30 سنة. أو مرحلة شيهان يجب أن يكون عمره على الأقل 40 سنة لكي يكون شيهان، يعني ماستر، لأنه يحتاج إلى خبرة ما لا تقل عن 30 سنة، وإذا كان عمره أقل من 40 فمعناه أنه خبرته أقل من 30 سنة. ولذلك هناك نظام وقوانين تخضع لها أو يخضع لها الشخص. بالنسبة للكاراتيه هي عبارة عن مجموعة حركات، هي ليست مجرد حركات وإنما هي أيضا فتنس، هي رياضة، هي صحة. تعتمد على الفتنس، يعتمد هناك مجموعة حركات تتعلمها الشخص اللي هي يسموها البيسك أو الأساسيات، تتعلمها الشخص مثلا الوقفات وكذلك الضربات اللي هي باليد وكذلك الضربات اللي هي بالرجل. مثلا عندنا وقفة اللي يسموها الفودو داتشي أوس، مثلا هذه الفودو داتشي هي اللي حركة يسموها التحضر أو الاستعداد، حركة استعداد يكون بها الشخص واقف مستعد للخطر، مستعد للقتال، مستعد للدفاع. فهذه هي الوقفة اللي يوقف بها. وهناك عدة وقفات للكاراتيه، الغرض منها يعني أن يتعلم الشخص على مجموعة من الوقفات، مجموعة من الحركات يؤديها. الغرض منها أيضا جمالية، الغرض من أدها ذهني فكري. مثلا هناك كاتا هي حركات تركيبية تجمع الحركات الأساسية اللي تعلمها الشخص، تنجمع في هذا الشكل اللي ما يسمى بالكاتا. مثلا حركات أساسية ممكن نقدم مثلا ضربات باليد المغلقة، خلينا نقدمها من وضع معين، مثلا من وضع معين اللي هو عندنا وضع يسموه سانشن داتشي، مثلا ضربات قبضه على البطن او الصدر. مثلا عندنا صدات من نفس الوضع، هذه كلها حركات اساسيه، حركات اساسيه
مثلا عندنا ايضا حركات بالرجل، ركلات مجموعه تنضرب بالركبه الى الامام، حركات الى الامام، يعني هناك مجموعه من الحركات باليد، القبضه، صدات، فهي اشياء ممتعه يعني تمتع الشخص يمارسها يوميا، فتكون من خلال الممارسه اليوميه حركات دفاعيه وحركات قتاليه للشخص، ويتعلم من الاساس اللي هي يتعلم طبعا الثقه بالنفس، يكون عنده ثقه بالنفس، يكون عنده نظام، يعرف احترام الاخرين، يعرف يقيس قوته، من خلال هذا التمرين يعرف مدى القوه اللي هو يحملها بجسمه. فالكاراتي هي مش مجرد ركلات وحركات، وإنما هي فلسفة وتهذيب روح ونفس. حبيت أقدم نصيحة بالنسبة للشباب أو الجالية العربية في أوروبا أو أيضا في العالم العربي، أن يوجهون أو يتوجهون بنفسهم أو حتى أهاليهم يوجهوهم إلى النوادي الرياضية، الأماكن الرياضية، أفضل من الجلوس في البيت واستخدام الحاسوب أو اللعبات الموبايل، وتوجه للأماكن الرياضية سواء كاراتية أو أي فنون قتالية أخرى أو حتى أي فنون رياضية، لكي يكون عندنا شباب واعي رياضي صحي، لأن الرياضة هي الأساس، هي المستقبل، هي تنمي العقل، تنمي الذهن، وتوصل إلى مراتب، وتوصل إلى ما يصبو إليه الإنسان، توصل إلى أهداف، لأنه تنشط الذاكرة، تنشط الجسم، الدورة الدموية. فهاي نصيحتنا يعني للشباب، أنه لا يبتعدون أو يجتنبون عن الألعاب اللي ما بها فائدة للجسم وحتى بها تعب للأذهان، فيتوجهون للرياضة اللي هي بها صحة جسمية وكذلك ذهنية وما إلى ذلك، والاهتمام بالجسم والرشاقة، وأيضا بها متعة ولذة نفسية وراحة نفسية وثقة بالنفس. فهذا ما نتمناه. في النهاية أود أن أشكر قناة نور شو على هذه الاستضافة الجميلة، وأتمنى أنه أكون قدمنا أو تكلمنا عن أشياء مفيدة بهذا المجال، وإن شاء الله يعني بالمستقبل نكون قد حضرنا مواضيع أكثر أهمية وأكثر فائدة للمجتمع. نشكركم مرة ثانية وندعي لكم وتدعونا بالتوفيق إن شاء الله. شيهان شاب أحمد، مسؤول فرع أوروبا وكذلك مسؤول فرع ألمانيا بالكيوكوشين كاراتيه، مؤسس الاتحاد الألماني للكاراتيه كيوكوشين كاي، خبير دولي، حكم دولي، ولا مدرب وبطل دولي أيضا وأوروبي.